ليش مين طلب منك تسافر وتتغرب عنا وتتحمل كل هالشغلات؟ يا ربي على القصة. أنا ما بدي بيت كبير ولا بدي أعيش برفاهية أبدا. أنا بس بدي إياك يا إيباد. أنا بس بدي أبو ابني. تعرف بكرة الصبح رح سجل إحسان بالحضانة وانت ما رح تكون جنبه، رح تكون بعيد. وانت مفكرتيني ماني زعلان يعني؟ ولا متضايق لأنه رايحة علي هاللحظات؟ أنا كتير جاي عبالي يكون معكم بكل لحظة، بس مو بإيدي أصلاً. ليش أنا مشان مين عم بيشتغل؟ ليش ما عم تفهمي كل هالشي يا إيمان؟ عم أمن مستقبلي ومستقبلك. أنا مستقبل هاد يا إيباد. أنا هلأ بدي يكون معك ومنأمن مستقبلنا سوا. حبيبي بترجاك ترجع. شوف أنا لقيت شغل بشركة كتير منيحة، وأنت كمان بتلاقي شغل منيح، وهلأ صار عندك خبرة منيحة برا. إيباد بترجاك كرمال يرجع على باكستان. أنت شو عم تحكي؟ شو قصتك يا إيمان؟ أنا طلعت الأول بامتحاناتي ودرست وتعبت كل هالتعب مشان سافر واشتغل بشركة مرتبة، يعني معقول جاي عم تقليلي اترك الشغل هون شبك؟